وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ مصطفى البدري القيادي في الجبهة السلفية في مصر. شيخ مصطفى، ما حيثيات وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن؟ وهل صحيح أن السلطات الأمريكية منعت عنه الدواء في الفترة الأخيرة؟ آسف أنا لا أسمع جيدا، يعني الصوت غير واضح. تسمعني الآن شيخ مصطفى؟ لا أسمع تداخل في الأصوات، لا أسمع صوتا واضحا. يعني سألتك عن الشيخ مصطفى، ما حيثيات شيخ مصطفى سألتك عن ما حيثيات وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن، وهل صحيح أن السلطات الأمريكية منعت عنه الدواء في الفترة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدء ببدء، نقدم خالص التعازي للأمة الإسلامية على فقد عالم جليل قضى عمره في الدفاع عن الإسلام وعن قضيته، حتى قال محاميه الأمريكي إن أمريكا لا تحاكم شخص الشيخ عمر عبد الرحمن، إنما تحاكم القرآن الكريم في شخص الشيخ عمر عبد الرحمن، فهو عالم جليل فقدته الأمة الإسلامية كلها، ويتوجب علينا أن نقدم لها خالص العزاء، ونسأل الله عز وجل أن يخلفنا فيه خيرا منه. الأمر واضح وجلي أن أمريكا التي ارتكبت جرائم كثيرة في حق الأمة الإسلامية، وخاصة في هذه العقود الأخيرة في أفغانستان والعراق وسوريا، والآن تقتل الشيخ عمر عبد الرحمن بمنع الدواء عنه. هذه الجريمة ثابتة، وقد أعلنها أهله، أعلنها أولاده في آخر مكالمة وآخر اتصال اتصل بهم فيه، قال لعلها تكون آخر مكالمة بيني وبينكم وقد منعوا عني الدواء. هذه هي الرسالة التي أرسلها الشيخ عمر عبد الرحمن في مكالمته الأخيرة لأسرته ولأبناء الأمة كلها، باعتبار أنهم أسرته أيضا. الشيخ عمر عبد الرحمن قتيل مع سبق الإصرار والترصد من الإدارة الأمريكية، سواء السابقة أو الموجودة حاليا. لما كانت السلطات المصرية ترفض تسلم الشيخ عمر عبد الرحمن من الولايات المتحدة على الرغم من وجود عروض بذلك؟ يعني السلطات المصرية منذ فترة طويلة وهي تساعد وتساهم في التضييق على الحركة الإسلامية في مصر، فطالما أنها وجدت أمريكا تفعل شيئا من هذا بالنيابة عنها، فبلا شك تحمل عن نفسها المسؤولية وتنأى بنفسها عن الدخول في هذا المعترك، وتقول تتولى أمريكا هذا الأمر حتى يموت عندها ولا يموت عندنا ونتحمل نحن دمه. منذ حسني مبارك وحتى في فترة المجلس العسكري بعد الثورة المصرية لم يتحرك أحد لنصرة الشيخ عمر عبد الرحمن من الدولة المصرية. جاء الدكتور محمد مرسي وأعلنها صراحة أنه سيتدخل في هذه القضية وسيطالب باستلام الشيخ عمر عبد الرحمن وعودته ورجوعه إلى مصر، لكن لم يصعفه الانقلاب وعاد الأمر إلى ما كان، بل إلى أسوأ مما كان عليه. فلم تتدخل الدولة المصرية في شأن عالم جليل مثل الدكتور عمر عبد الرحمن، لأنه كان يمثل غصة في حلقها وكان يمثل عقبة في طريق الاستبداد والطغيان المتفشي في مصر. نعم، الشيخ مصطفى البدري القيادي في الجبهة السلفية في مصر، شكرا جزيلا لك.